السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن محمد ابن عرفة قال: كنت في أيام الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام بخراسان، والمأمون أيضا، فأتيت للإمام الرضا وسألت سؤال. قلت له: يا ابن رسول الله، ما تقول في أكل التين؟ يا مولانا، شنو تقول بأكل التين؟ هل هو جيد أو غير جيد؟ شنو الفوائد مالته؟ فأجاب الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: هو جيد للقولونج فكلوه، اللي يعانون من أمراض القولون. أحباء المشاهدين، عليكم بالتين. هذا قول من الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وأيضا هناك مقولة للإمام الصادق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، يقول: التين يزيل رائحة الفم، اللي يعانون أحباء المشاهدين من رائحة الفم الكريهة. التين يزيل رائحة الفم ويشد العظام، اللي عندها شاشة عظام، ويقضي على فساد الدم وآلام الكبد. يعتبر التين فاكهة لذيذة جدا، وله فوائد عديدة، منها: يحسن صحة القلب، يقي من هشاشة العظام، يحسن الذاكرة، يقاوم السرطان، يقي من الإمساك، يخفض الكوليسترول، يقي من أمراض القلب، يقي من ارتفاع ضغط الدم، يعد أفضل المصادر النباتية للكالسيوم، يحتوي على الألياف، يحتوي على الفيتامينات والمعادن، يحتوي على مضادات الأكسدة. وهناك حديث أيضاً أحبائي المشاهدين عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في فضل التين تحديداً. يقول الإمام علي عليه السلام: أكل التين تلين السدد، وهو نافع لرياح القولونج، مثل ما ذكرنا أيضاً عن الإمام رضا عليه السلام. فأكثروا منه بالنهار، بالنهار أكل، ما عندك مشكلة، قد ما تحب أكل التين. وكلوه بالليل، وأيضاً بالليل أكله، ما عندك مشكلة، ولا تكثروا منه. بالليل أكل بس لا تكثر، بالنهار براحتك قد ما تحب تأكل أكل تين. نسأل الله لكم السلام إن شاء الله وقبول الطاعات والأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.